رفيقات الرفاق الأعزاء، الحضور الكريم، طاب مساءكم بكل خير ومحبة. بداية أحب أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل لمشاركتكم ودعمكم لنا في هذه الوقفة التضامنية بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة. لا شك إن وجودكم بيننا اليوم دليل قاطع على رفضكم لكل أنواع العنف الواقع على النساء والفتيات، فشكرا لكم. والآن سأقرأ عليكم بيان القطاع المرأة بالمنبر التقدمي. يشارك قطاع المرأة بالتقدمي نساء العالم وكل القوى المناهضة للعنف في 25 من نوفمبر من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء عليه. إن شعار الأمم المتحدة التي أطلقته لهذا العام دون استثناء أحد، لا للعنف ضد النساء والفتيات، جاء ليؤكد إن العنف ظاهرة ما زالت متفشية بأشكال عديدة في المجتمعات كافة، ويعد أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً في العالم، وتعتبر قضية العنف واحدة من أهم التحديات التي تواجه النساء والفتيات، وتقف حائلاً دون تحقيق المساواة والحصول على حقوقهن الأساسية والنهوض بأوضاعهن وتمكينهن. فالنساء والفتيات يتعرضن بشكل يومي لانتهاكات عنيفة في كل مكان، في المنزل والعمل والشارع، وبكل أشكال العنف الجسدي والتحرش والاعتداءات الجنسية والزواج الجبري وتزويج الأطفال والقمع النفسي والاقتصادي والقانوني في ظل تواطؤ مجتمعي بسبب السيطرة الذكورية التي تبرر وتشجع الإفلات من العقاب على تلك الجرائم. ويعبر قطاع المرأة بالتقدمي عن قلقه الشديد نحو تزايد العنف ضد النساء والفتيات في العالم، ويدين كل أشكاله الواقعة ومظاهره المختلفة على المرأة، ويرى أن العنف الأسري لا يزال يشكل انتشاراً يصيب النساء من جميع الطبقات الاجتماعية في العالم. ففي البحرين تشير آخر إحصائية رسمية عن وزارة العمل والتنمية حول عدد النساء المعنفات المسجلات في دور الإيواء والإرشاد الأسري، بلغت 50,000 حالة معنفة خلال 10 سنوات الأخيرة بمعدل 5,000 معنفة سنوياً، فما بال المخفي من المعنفات التي يلزمنا الصمت خوفاً من الفضيحة. فأما على صعيد العمل السياسي والحقوقي، يؤكد القطاع إن الانتهاكات الواقعة على النساء والفتيات لا سيما في القرى لا زالت مستمرة على أكثر من صعيد اجتماعي وسياسي وحقوقي، انتهاكات مكشوفة وكامنة لا يراعي فيها أي حقوق إنسانية أو مدنية أو مواثيق وتعهدات دولية، وهو أمر يشكل تحدياً كبيراً كونه يمثل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان. ولجنة قطاع المرأة تدعو إلى وقف هذه الانتهاكات انطلاقاً من موقف المنبر التقدمي في هذا الصدد. ويشيد القطاع بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال إصدار قانون الأسرة وقانون حماية الأسرة من العنف، وفتح دور الإيواء لحماية المعنفات وتوفير الحماية لهن وإعادة تأهيلهن من أجل الارتقاء بحقوقهن. وباعتبار أن القانون عبارة عن قواعد قانونية تحدد حقوق الإفراد وواجباتهم ويضع الجزاء المناسب في حال مخالفة تلك القواعد والأسس، فإننا نناشد الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالمرأة
بتطوير التشريعات والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء والفتيات، ووضع خطط واستراتيجيات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، واتخاذ خطوات جريئة لحماية المرأة كتجريم الاغتصاب وإلقاء المادة 353 من قانون العقوبات الذي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة من خلال الزواج بضحاياهم، بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الأسرة والعمل على تطويره وإنهاء زواج الأطفال وتحديد سن الزواج ب18 عاماً ورفع سن الحضانة. هذا إلى جانب أهمية تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأبنائها، وإلقاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والاغتصاب في قانون العقوبات، والعمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وكافة القوانين والتشريعات المحلية بما ينسجم مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية، وتحديداً اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تحقق المساواة الفعلية والقانونية وتوفر الحماية للنساء مما يتيح لهن التمتع بكل الحقوق والواجبات. بهذه المناسبة يحيي قطاع المرأة بالتقدم نضالات الحركة النسائية البحرينية والعربية والعالمية والمنظمات الحقوقية المناضلة من أجل بناء مجتمع خالي من العنف، مؤمناً بالمساواة وبحقوق المرأة وإنصافها كجزء من قوانين ومبادئ حقوق الإنسان. فشكراً.